السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب أحييكم من معبد الكرنك. أنا في المنطقة اللي هي بتاعة الفناء الأول. بالأمس كان وزير الآثار عمل افتتاح للمشروع اللي هو تم التكليف به من بدايته من ديسمبر 2019، وأخذ سنة طبعا عملية نقل 4 تماثيل لميدان التحرير اللي خدت صدى إعلامي كبير، وعملية الترميم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هنا اتلجأ إن التماثيل كانت تعاني في القاعدة بالذات، لأن الترميم اللي غلط اللي حصل في سبعينات القرن الماضي 1972 عند مشروع إنشاء مشروع الصوت والضوء في الكرنك، فكانت التماثيل في القاعدة رمموها بالطوب الأحمر وعملوا القاعدة من الطوب الأحمر والأسمنت، وبعد كده طبعا المياه السطحية اللي موجودة هنا في الأرضية بتاعة المعبد نشعت في الطوب الأحمر وامتصوا، وبعد كده أثر على التماثيل اللي هي من الحجر الرملي، فهم أنقذوا تماثيل بالشكل اللي احنا شايفينه وهكذا. المهم التماثيل دي كانت من عصر الملك طهرقة. في حاجات مهمة هنا هايلايتس نعرفها من خلال المكان هنا، مثلا على سبيل المثال التمثال ده أعلاه كوبرا فيها قرص شمس، فكل التماثيل دي كانت بنفس الطريقة ونفس الشكل، إن في كوبرا تثبت في فتحة في منتصف رأس الكبش كان بتمثل تثبت فيها كوبرا فيها قرص الشمس بيمثل كده التركيبة بتاعت أمون راع الكبش ومع قرص الشمس، والتماثيل من عصر رمسيس الثاني، وطبعا رمسيس اللي بنى الكباش في هذا المحور من الصرح الثاني لحد بره، ولكن طهرقة في الأسرة 25 أزال التماثيل. لو احنا شفنا مثلا القواعد بتاعت التماثيل القديمة دي، طبعا الجوسق بتاع طهرقة 5 و5 اللي هم 10 أعمدة، وفي أسماء بسماتك فوق لأن أسماء طهرقة برضو أزيلت. الصراع طبعا بين الأسرة 25 و26 26 اللي أسقطت ال 25 25 اللي كانت بتاع جبل البرقل في الجنوب، والدلتا كان بسمتك. فدي القواعد بتاعت التماثيل اللي أزالها طهرقة، اللي هي كان اساسا القاعده طبعا بتتبني بنايه من الاحجار زي كده زي ما احنا شايفين. فدي قواعد التماثيل اللي كانت موجوده هنا، طبعا المجموعه على ايدنا اليمين ومجموعه على ايدنا الشمال. الحاجه المهمه الثانيه في هذا المكان ان في الحفائر نفسها لقوا التماثيل بالالوان، لكن قبل ما نروح الالوان نشوف برضو بعض الهايلايتس هنا، الصور اللي اتعملت وكان المشروع الايفنت امبارح اللي حضره وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني، انه بيتكلم على ان المنطقة الجنوبية اللي هي على ايدك يمينك على يمينك وانت في الفناء المفتوح، ان الكلام ده كان من عصر رمسيس الثاني زي ما احنا قلنا، وعصر طهرقة طبعا ازالهم علشان يوسع مكان، وكان هناك 33 تمثالا لابو الهول مدفونه اسفل من الحاضر الصاعد من الطوب اللبن خلف الصرح الاول. تم نقل 4 من هذه التماثيل لميدان التحرير، بقى 29 تمثالا. تمام. اكتشف جورج لجرا 12 من التماثيل بين 1896 الى 1910 اثناء اعمال الحفائر في معبد الكرنك، ثم اكتشف شبريه 10 تماثيل اخرى من خلال اعمال الحفائر بين اعوام 1926 1930 اما اخر 11 تمثال فقد اكتشفها مفتش الاثار المصري عبد الله في عام 1942. ودي اهم حته جايه. الهدف الرئيسي من المشروع هو الحفاظ على التماثيل وحمايتها من المياه الجوفيه مما تسبب في اضرار جسيمه وخطيره خاصه في الاجزاء السفلى من التماثيل. طبعا الكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه برضه بدا في 2019 ديسمبر 2019 وخد سنه. تمام. والقصه تم الترميم هذه تمام اتكلمنا عليها اثناء مشروع الصوت والضوء اعتقد كده. تمام. ودي الحاله اللي كانت عليها التماثيل ما قبل بدء العمليه، الطوب الاحمر اللي المياه السطحيه اللي في المكان نشعت واثرت على التماثيل والحجر الرملي اهي. دي ال4 تماثيل اتنقلت لميدان التحرير، التيم ورك الاستاذ صلاح الماسخ والتيم ورك المعاون له والجهود الكبيره لوزاره الاثار في من خلال برضو العمل والتنظيف، ان طبعا العثور على بقايا الوان تماثيل نفسها اهي. الالوان دي حقيقيه، فرصه كويسه انك توريها للجست بتاعك من الحاجات الجديده. تمام. برضو في فتحات جنب القرون بتاعت الكبش، برضو ممكن كان الوش او الماسك بتاع الكبش كان مذهب، ودي في حاله عندنا بين الصرح العاشر ومعبد موت شرحناها قبل كده اهي. في ايه تاني؟ كل تمثال من التماثيل دي ليه اسم،
اللي احنا شايفينه ده اسماء التماثيل اللي في جنب البطن. كل العلامات دي نحت مش احتباطا، لا دي كل تمثال من التماثيل ليه اسم. ادي اسماء رمسيس على التمثال الصغير بتاعه، التتويج والميلاد. ادي نفس الكلام اللي انا بقول عليه. في حاجه تانية برضو اهو، تمام نفس الكلام، يبقى كل تمثال ليه اسم. في برضو في الجنبين في القاعده نفسها فتحتين وفتحتين كده، اربعه اثنين من كل جانب. ادي مثلا عندنا تمثالين، دول عمليه السحب التماثيل نفسها. في الفيتشرز بتاعت كل تمثال لو احنا لاحظنا ودققنا هنلاقيها مختلفه، فيها بعض الاختلاف لو انت قارنت بين دول والتماثيل اللي بره والتماثيل اللي من الشمال وتماثيل كتير في طريق ابو الهوله طريق الكباش. زي ما احنا قلنا قبل كده الاراء العلميه بتتكلم على ان ايادي فنانين كتير من بلاد مختلفه اشتغلوا في عمل ونحت التماثيل، فالفيتشرز بتاعت التماثيل بتكون مختلفه على حسب كل واحد. يعني ده غير ده غير الفينشينج بتاع الوش، يعني ركز في ده، الفينشينج غير الفينشينج، ده غير الفينشينج، يعني ربما تقريبا غيره برضه. فهي كده التماثيل دي بتتعمل في ورش مختلفة في أنحاء متفرقة، وبتتجاب وتترص زي ما احنا عارفين وشايفين. محمود الطيب من الكرنك، كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله كل الناس تكون في صحة وسعادة وتزوروا الكرنك. شكرا.